لقد أثنى المولى تبارك وتعالى على الذين يتلون القرآن آناء الليل وأطراف النهار، فقال عز من قائل في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، صدق الله العظيم. لقد أودع الله تبارك وتعالى القرآن الكريم قوة التأثير بما فيه من سر الإعجاز الإلهي، فله سلطان على القلوب والعقول لما في أحكامه من عدل، وما في أخباره من صدق، وما في أسراره ومعانيه من روعة بالغة، وما في آياته من وعد ووعيد وتبشير وإنذار. فقد روى الترمذي في سننه عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. صدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.